جماعه النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما. النهارده هنعمل ستيفلر رياكشن جديد لمسلسل رمضاني جديد، مسلسل ليالينا، المسلسل بتاع غادة عادل وإياد نصار. ده كل اللي اعرفه في المسلسل. زمن التريلر ذات نفسه دقيقه، فهنقول ان هو يعني اوفيشال تريلر. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، هنخش نتفرج دلوقتي على التريلر على طول لأول مرة. يلا بينا. بما تموج به مشاعري أن أنعي إلى الأمة المصرية الفضيلة الأخلاق. قالولي ساعتها أنت هتبقي مرات البطل، ساعتها حسيت إن ما ينفعش أكون أقل بطولة منه. خلي البنت تخرج وتتبسط مع صحابها، ولا عايزة تتخنق زيي في الظروف دي. اتخدعنا في وش الدين اللي لبسوه قدامنا. بصوا انا متردد صراحه، ما اعرفش هتفرج عليه ولا لا. ف نسبه ترقبي للمسلسل هتبقى 6 من 10. تمام، ف 6 من 10 انا بالنسبه لي هتبقى حلو بالنسبه لمسلسل زي ده. بس انا لسه مش عارف هتفرج عليه ولا لا، عشان اكون صريح معاكم. الاعلان ما شدنيش قوي يعني. زي ما قلت نسبه ترقبي للمسلسل 6 من 10. هشوف لو هينزلوا تريلر تاني ممكن اعمل له تريلر رياكشن. تمام، يمكن انطباعاتي للمسلسل تتغير شويه، بس هي هتبقى نسبه الترقب هتبقى 6 من 10، مش هتتغير. لو نزل له تريلر تاني ممكن اعمل له تريلر رياكشن، مفيش اي مشكله، لان انا ما حسيتش باللي هو يعني في التريلر ده، يعني ما حمسنيش او اي حاجه. بس ما اعرفش ليه، ممكن المسلسل يبقى حلو يعني. يعني اللي فهمته يعني من التريلر ده ان في زي صراع ما بين عيله وعيله يعني، و الاحداث بتدور ما بين الخمسينات والثمانينات. ده كل اللي فهمته من التريلر. ومعانا في التريلر معانا يعني في المسلسل غادة عادل وإياد نصار وخالد الصاوي وصابرين ومنى عرفه. معانا كمان هشام الشاذلي وحسني شتا. دول اللي معانا في الكاست لحد دلوقتي، والاخراج لاحمد صالح وتاليف احمد عبدالفتاح. زي ما قلت نسبه ترقبي 6 من 10، مش هتتغير. بس لسه كمشاهده في رمضان لسه مش عارف هتفرج عليه ولا لا فور شور يعني، لسه ما بين البنين يعني. هتفرج على تريلرز كلها زي ما بعمل كل سنه، زي السنه اللي فاتت برضو عملنا كده. هتفرج على التريلرز كلها مره واحده، وبعد كده هقرر في الاخر هتفرج على ايه. بس دي كانت حلقتنا النهارده. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات ثانيه قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم. ما تنسوش تعملوا فولو على فيسبوك وتويتر وانستجرام. واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.